مرحبا، نتحدث عن الماء الساخن وعلاقته بسيطرة على مرض السرطان أو شفاء بإذن الله تعالى. أول شيء، ما هو السرطان؟ مرض السرطان هو عبارة عن تكون مجموعة من الخلايا الميتة، ومن المعروف أن جسم الإنسان يتخلص من الخلايا الميتة، لكن لما تتراكم هذه الخلايا، لما يحصل ضعف قدرة الجهاز المناعي للتخلص من الخلايا الميتة، فتتحول إلى مرض سرطان. ومن العاجب أن العلماء اكتشفوا بأن جسم الإنسان، يعني الهيدروجين هو الذي له القدرة الفعال في التخلص من المواظبة على السرطان، أي لا يوجد هيدروجين بداخل الخلايا السرطانية. وأيضا كمان وجدوا بأن جسم الإنسان يستنزف من الهيدروجين مع تقدم في السن، فيحصل استنزاف الهيدروجين، وبالتالي يعني لكن باليوم طبعا الأطفال ويحصل لهم استنزاف بشكل أسرع جدا عما كان في السابق، لأن طبعا البيئة والمواد الكيماوية في الأطعمة وأشعة في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والإشياء هذه أجهزة الاتصالات، طبعا فيحصل استنزاف سريع للهيدروجين. طبعا امطار وزخات وامطار تزداد الان، وانا نستطيع نكمل بشكل اطول من هذا، لكن استمتع بالجو رائع جدا، فاستمتع بالماء الساخن لانه يغذي الجسم بالهيدروجين ويساعد على طبعا نقل الطاقه من الماء الساخن الى الجسم عن طريق تغذيه الخلايا بالماء، فيزيد من احواض هيدروجينيه في الخلايا ويخفف وينظم السرطان. ونسال الله تعالى لكم التوفيق وبارك الله فيكم. بارك الله فيكم، مع السلامه.